ايش فيه؟ وقال له السالفة، قال في حرمة قالت كذا 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 ودخلت في جدار. قال العميد كل ذا بسبب الضابط الغبي ومحمد المعتوه، وراح للضابط وحط المسدس عليه وقال له شوف اقسم بالله لو ما تقول لي ايش قاعد يصير هنا لا اقتلك. قال الضابط هم اللي قتلوا الجنود. قال العميد من هم؟ قال الضابط مدري، لكن يوم كنت في المدرسة كنت اسمع الحرمة تقول لي اني فشلت اني انقذ محمد، ومن يوم ما جاء محمد عندنا واحنا نشوف ونسمع اشياء غريبة. العميد اخذ نفس كذا وقال محمد مسحور؟ قال الضابط لا، بس مسكون بستة من الجن. العميد اخذ الغرور وقال هيه لو شفت الجن ذولا بدعسهم برجولي. بسم الله علينا الرحمن الرحيم. وصل محمد المستشفى ووصل تقرير للعميد بان الضابط انفصل من شغله، وكمان وصل الخبر للضابط انه خلاص انفصل من شغله. بعد يومين لقوا العميد مقتول في مكتبه تحت ظروف غامضة وما حد يدري إيش صار له، ولقوا جنبه شريط ومسجل، ولما انشغلوه طلعت أصوات غريبة، ومن ضمن هذه الأصوات صوت الجن يهددون العميد والعميد يترجاهم ويبكي إنهم يتركونه. عدد كبير من أهل القرية بعد ما سمعوا السالفة هجوا وحطوا رجولهم، والله ما لومهم. بعد أكثر من 90 يوم لقوا محمد انفجر راسه وهو يصلي الفجر، ولقوا معاه رسالة مكتوبة بالدم مكتوب عليها للضابط. أخذها واحد من العاملين من أصحاب محمد ووصلها للضابط، وبالقوة لقاه لأنه هو كمان ترك المنطقة بعد السالفة دي. فتح الضابط الرسالة وانصدم من اللي كان مكتوب فيها. كتب محمد إنه تزوج من جنية وهو في الجبل، وإن في طفل هناك من لحم ودم، وطلب منه إنه يروح هناك وياخذ الطفل وما راح يجيه شيء وقتها. جلس الضابط يبكي بعد ما تذكر وعده لمحمد وإنه بيساعده وبيوقف معه، ومحمد كان محدد له محل الولد بدقة، محل الطفل، وقال له روح هناك بعد العصر. وفعلا راح الضابط للمكان وسأل أهل القرية عن الجبل هذا ودلوه عليه بعد ما نصحوه إنه ما يروح، لكن طنشهم وتذكر وعده لمحمد. لما وصل الضابط للمكان المحدد واللي قال له عليه محمد لقى طفل هناك جميل جميل مرة وكان يبكي. أخذ الضابط جلس يضمه ويبكي معه ويقول له خلاص أنا مثل أبوك، وأخذ للسيارة ووداه لبيتهم وقال لزوجته أن هذا ولد صاحبي مات هو وزوجته في حادث سيارة. جلسوا على ذا الحال، وكانت في أخبار تقول أن المركز احترق والمدرسة كمان احترقت وبيت الضابط كمان احترق، ولقوه متفحم هو وزوجته وبنته كلهم متفحمين من الحرق. وقالوا الجيران ان الضابط كان يشتكي من سنة عن دسة سوداء كانت توقف اول ما تغيب الشمس وما تمشي الا لما يطلع الفجر. والطفل اللي سماه ناصر، طبعا بعد ما وصى محمد انه يسمي الطفل ناصر ما حصلوه، وإلين الان ما حد يدري عنه. للأمانة أنا مرة استمتعت بالقصة هذه وأحس أني مرة متحمس الصراحة وأنا أقول القصة دي. إيش رأيكم؟ اكتبوا تحت في الكومنتات إذا عجبتكم القصص من ذا النوع، شغل الجن والعفاريت. بسم الله علينا. المهم لحظة قبل ما تخرج اشترك حتى نخرج، الله يستر عليك. وبس لهنا يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة، مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن. اللي يحب القصص التيك توك حقي كل أبو قصص روح هناك، وتبون ترسلوا لي قصة من قصصكم ارسلوا لي إياها على السناب تبعي، سنابي كمان تحت. كان معكم رون، سلام. وهجمت على المبروكة وخنقتها وقالت ما أبغى أكون بخير، أبغى بنتي، رجعي لي بنتي. وهنا تدخلت الشرطة يلحقون على تبارك لا تموت. أول ما فكوها من يد توفيقة أغمى على توفيقة، وتجمع المسعفين وعطوها إبرة مهدئة، ويقولون انهيار عصبي حاد من تأثير الصدمة، وزوجها ماسك ولده الصغير مو مستوعب ان بنته ماتت وانه ما رح يشوفها مرة ثانية. طالع مختار في وجيههم وقال بدأ كل ذا الشيء بعد ما مات ولدي، كانت جثته زرقاء ما فيها ولا نقطة دم واحدة، البير بلع دم ولدي، كنت معصب وحزين وحس اني انا السبب باللي صار. سكت شوي وبعدها قال بقول لكم الحقيقة، ما أقدر أتحمل أكثر من كذا، أيوة أنا السبب اللي جالس يصير. سالم محتار مو فاهم ولا شيء، لكن في بير أوكي شيء حلو تمام، يعني من هنا بدأ كل شيء،
زي ما دلت المبروكة، وجلس يسمع المختار وهو يقول: مات ولدي، كنت زعلان من زوجتي وأمي ومن كل شيء، كنت أحسب أنهم هم السبب في موته، وطردتهم من البيت وقررت أني بنتقم من البير، قلت أني بهدمه في الليل، جبت فاس وقررت أني أبغى أكسر البير، حطيت سلم عشان أطلع من فوق السياج ونطيت وأنا أقول لازم تنتهي يا لعين. قربت بعصبية وأنا رافع الفاس، ما أدري إيش صار في ذيك اللحظة، حسيت وكأن في أحد مسك يدي بقوة ووقفها، منعني أني أهدم البير، طاح الفاس من يدي وحسيت أن في أحد دفني للبير وصار الدخان يطلع من داخل البير، توقعت أنه بينفجر خلاص، كنت أبغى أصرخ بس ماني قادر. وهنا طلع من البير طاير ما أعرف إيش كان، كان أسود بشع مرعب يخوف، جالس يطالع فيني وبعدها أغمى علي. قاطع سالم بفضول وقال: إيه وإيش صار بعدها؟ قال: ما أدري، صحيت على ألم أسفل ظهري وأنا برا السياج، رحت السرير عشان أنام، ويومها شفت في المنام أني في مكان غريب والدم على الجدران، كان تروس الميتين معلقة في السقف والدم ينزل منها. وهنا طلع هو، كان جالس فوق طاولة خشبية وكأنه طير لابس شيء أسود ما أعرف كيف أوصفه، وكانت عيونه مغمضة كانه نايم، فجأة فتح عيونه وطالع فيني بنظرة عمري ما أنساها، وحسيت أنه داخل جسمي، اخترق جسمي يعني وخش فيني، ما أعرف كيف كان إحساسي وقتها. حاولت أني أتكلم بس ما قدرت، سمعت صوته وهو يقول: كيف تتجرأ تزعج سفير الشيطان على الأرض يا أبله. طالعت فيه وحاولت أقول له: لا ما أقصد، لكنه رفع يده، وبس رفع يده حسيت بألم في جسمي كأنه قاعد يعصرني، صرخت، سمعت يقول: أنت ملكي وجسمك أكلي، وبعدها مد يدي